وصلكم مسج بالريكوردنج مش هيك وصلكم المسج يا شباب ستارت ريكوردنج اوكي احنا كملنا موضوع السترينجز ونبدأ بالشابتر اللي بعديه اللي هي فايلز اند اكسبشنز الاكسبشنز بجوز ما نغطيهاش لكن بدنا نغطي موضوع الفايل كلياتكم بتعرف شو يعني فايل ملف مش هيك الملفات بنصادفها كثير بحياتنا مثلا ملف المرضى في المستشفيات بيجي مريض بده يراجع بقول روح افتح ملف شو بتسجل بالملف اسمه أه تامينه أه اذا في هيستوري اله كل البيانات والمعلومات مسجله وين في هذا الملف ويوضع هذا الملف في ضبارة على شكل اوراق تسلم وبعض الملفات مالها لأن بطلوا الناس يستخدموا الملفات الورقيه شو راحوا يتجهوا على الملفات الالكترونيه مزبوط ولا لا والملف الالكتروني ما فيش ورق كل ما هنالك بتحط المعلومات جوا الملف ومثال على الملفات الإلكترونية خلينا نشوف مثلا هنا على سطح المكتب لو بدي أنشئ لي ملف باجي بقول له نيو في عندي نيو فولدر شورت كات مايكروسوفت دوكيومنت آه، اللهم صل على سيدنا محمد ممكن اقول له اي نوع من هاي الانواع لاحظوا داتابيز وورد ممكن آه، اعمل ملف آه، آه، باستخدام الوورد باد مثلا هاي ملفات الانسرز ممكن آه، هذا الملف اللي هو الوورد باد آه، اكتب فيه اللي بدي اياه ها وبعدين اقول له فايل آه, سيف خلص واغلقت الملف هذا الملف شو نوعه اذا اجيت عملت رايت كليك عليه طبعا اذا بتلاحظوا عنده مشكله كانه بالماوس الان آه... خلينا نشوف البروبرتيز تاعت هذا الملف خصائصه وقلي لي هذا الملف نوت باد يعني البرنامج اللي معمول فيه ايش برنامج النوت باد لكن شو نوعه هذا الملف هاي مضلل لكم شو كاتب لنا الجهاز تكست دوكيومنت يعني ملف ايش ملف نصوص الامتداد تاعه شو الامتداد تاعه تي الامتداد تاعه ايش تي ولو جيت انا وياك هون على البي سي واخذنا الداونلود وكبرنا هالشاشه بنلاحظ انه في عندي طبعا انسوا الفولدرات خلينا ناخذ ملفات في ملف عليه رسمه الباوربوينت في ملف عليه رسمه الوورد وطبعا انا بعطيني الجهاز بعطيني براوزنج في ملف هون مثلا ل يعني HTML في ملف هون للPDF انواع مختلفه من الملفات كل ملف مع ايقونه وكل ملف لاحظوا التكست فايلز هاي ملفات نصوص دائما وابدا هون اكويجن مثلا ملف هذا هذا ملف ويرد باد وهذا نوت باد وهذا ملف الملفات كثيره جدا وبالتالي شو هو الملف يعني لو نرجع لتعريف الملف الملف هو عباره عن collection of data collection of data that is stored on secondary storage like الديسك أور الثمب درايف أصغر وحدة تخزينية يمكن التعامل معها مع جو... مع جهاز الكمبيوتر من ناحية تعامل اليوزرز يعني هو الملف تمام؟ ملف ممكن يكون صوت، ممكن يكون صورة، ممكن يكون نص، ممكن يكون فيديو، صوت وصورة وحركة آه آه مثل موفي مثلا هاي الملفات بجميع أنواعها آه ها هي بتيحنا نظام التشغيل ان نسويها اذا بتلاحظوا قبل شويه انا طلعت للديسكتوب عملت ملف فتحت ملف استعرضت الملفات مين اللي بيسمح لي اني اعمل هذا الاشي كلياته نظام التشغيل شو هو نظام التشغيل نظام التشغيل الويندوز مثلا موجود عندنا مزبوط ولا لا اكيد كلياتكم هاي الاشياء بالنسبه لكم اصبحت بديهيه حتى على جهاز الموبايل اللي عندك تمام طبعا لما اقول لك ال... نظام التشغيل هو اللي بيتيح لك انك تعمل هاي الاشياء كلها فهون هو اللي بوفر لك الامكانيه ما فيش داعي انك انت تروح على لغه برمجه لكن احنا درسنا هون في البايثون إن بدنا نعرف كيف احنا نسوي الملف من خلال اللغه البرمجة نفسها كيف نفتح الملف ونقرا منه كيف نغلق الملف شو معنى قراءه الملف شو معنى البفر اشياء كثيره جدا then accessing a file يعني شو معنى انك انت بدك تصل لملف معين establishing a connection between the file and the program and moving data between the two اذا اذا بدنا نعمل اكسس للملف عبر برنامج بايثون معنى انه انت بتعمل connection بينك وبين الملف بصير تودي منه الو داتا وتقرا منه داتا الان الملفات عندي زي ما قلت انواع كثيره في ملفات صوت، في ملفات صورة، في ملفات يعني عادة في ملفات execution الملفات بشكل عام اما بكون محتواها باينري او بكون محتواها تكست احنا الباينري مش رح نتعامل معه هون في الشابتر هذا رح نتعامل مع التكست شو يعني التكست؟ يعني نصوص محتواها عبارة عن شرائح رمزية files where control characters such as slash n معناها enter are translated these are generally human readable يعني معظم الملفات اللي راح نتعامل معها يا شباب ما لها هيومن يعني ممكن يقراها البني ادم لكن الباينري فايلز اول the information is taken directly without ترانسليشن نوت ريدبل اند كونتينز نون ريدبل انفورميشن يعني الباينري فايلز اذا فتحتها بيطلع عليك اشكال غريبة كل هالاشكال طبعا جاي من وين من الاسكي ما راح تفهم منها شيء اذا تعاملنا هون راح يكون كلياته مع مين مع التكست فايلز تمام بدنا نقول ال... نفرق بين شغلتين شو يعني file object او ال stream احنا بنفتح الملف بهدف ان نطلع على محتوياته عن طريق الاوبريتنج سيستم مثلا نفس الشيء هون بالنسبه للبايثون احنا بنفتح الملف بهدف قراءته ممكن يكون لي اهداف اخرى بدي افتح الملف عشان اكتب عليه وهذا الملف ممكن يكون موجود اصلا ممكن ما يكونش موجود طيب اذا ما كانش موجود شو اسوي اذا اي هاف تو كرييت لازم اعمل ملف ها وان اوبرينج ا فايل يو كرييت ا فايل اوبجكت طبعا الملف راح يكون له شغلتين اساسيات له فايل اوبجكت او ستريم بنتعامل معاه جوا البرنامج وله فيزيكال فايل نيم شو يعني الفيزيكال فايل نيم الفيزيكال فايل نيم زي ما فتحنا قبل شويه هون لاحظوا هذا الملف هذا الملف مثلا الملف ها. هذا ملف باوربوينت تمام هذا شو اسمه سي اس 11 5 هذا الـ هذا الفيزيكال فايل نيم وشو نوعه مايكروسوفت باوربوينت برزنتيشن وقديش حجمه الاوبريتنج سيستم اعطاني هاي الاشياء كلياتها تمام الان انا بحكي انه كل ملف له اسم حقيقي مخزن فيه على الهارد ديسك تمام فتحت البي سي هذا الهارد ديسك اللي هو الاستورج فتحته بلاقي عندي مثلا الملف فاض اسمه دمب ستاك هذا معمول بالنوت باد وفاضي ما فيهوش اشي تمام اوكي هذا الملف هذا الملف عباره عن تكست اي لما اشرت عليه قال لي تكست ديكيومنت. تمام واسمه الحقيقي دمب ستاك لكن انا مش راح اتعامل جوا البرنامج مع الاسم هذا اللي هو دمب ستاك اطلاقا راح اتعامل مع الاوبجكت او الفايل ستريم وراح نشوف كيف راح نتعامل مع الاوبجكت او الفايل ستريم اذا الفايل ستريم بيعمل كونكشن ما بين الملف الحقيقي على الهارد ديسك وبرنامجك و بشكل البفر شو يعني البفر الكل سامعني يا شباب مهم جدا نعرف شو يعني بفر الآن آه... لو آه... حكيت لك السي يو CPU أو وحدة المعالج المركزية سريعة جدا لكن عملية قراءة الملف من external storage من وحدة التخزين عملية بطيئة مش بسرعة مش بسرعة يو الكل واضح شو كلامي؟ يو وحدة المعالج المركزية أو المعالج سريع جدا عملية القراءة ها من وحدة التخزين قراءة ملف ها تعتبر عملية بطيئة طيب كيف تتغلب على هذا الموضوع ففي فرق بالسرعة ما بين المعالج طبعا احنا ليش بنقرأ الملف عشان نودي للمعالج في فرق هائل بالسرعة ما بين المعالج وما بين وحدة التخزين اللي موجود عليها الملف لأن فرق السرعة هذا بمنعنا أو بيخلي السي بي يو ما تأخذ من الملف مباشرة يعني محتويات الملف لما جينا نفتحه لازم تروح الى منطقه سرعتها قريبه من سرعه السي بي يو واللي بنسميها البفر او الكاش ميموري، مين بعرف عن الكاش ميموري؟ شو معنى كاش؟ انتو شو معنى كاش؟ واحد بده بد يدفع لك فلوس بخيرك قال لك ادفع لك كاش ولا اعطيك شك شو بت... شو الافضل بالنسبه لك اه سامعيني ولا لا يا شباب اه يا ادم آمال تقوى جهاد حمزة عالية آه يا محمد تفضل يعطيك العافية دكتور الله يعافيك دكتور الكاش معناها انك تدفع نقديا من خلال العملات النقدية أو من خلال الورق ماشي مين أفضل مين بتفضل أنت إذا الك ديني على واحد وقال لك أنا بدي أعطيك إياها تعطيك إياها كاش ولا أعطيك إياها شك شو بتفضل نعم دكتور شو سؤال السؤال اذا لك دين على واحد اجى بده يسدك آه. وقال لك انا مخير اعطيك اياه كاش او اعطيك اياه شك الكاش افضل الكاش افضل لاسباب انت ممكن تقول مور سكيور ايمن لأنه... آه. او ممكن تقول كمان انه اسرع يعني واسرع. انا بدي, آه بدي أ... أعمل ايوه شوف السرعه عشان هيك سموها كاش ميموري بالظبط السي بي يو سريعه جدا والسي بي يو بدها الداتا بدها البيانات فالسي بي يو بدها تروح تاخذ من السكندري ستورج السكندري ستورج بطيء يعني سرعه الهارد ديسك قد ما يكون سريع الفلاش ميموري اللي معكو قد ما تكون سريعه الدي في دي او السي دي قد ما يكون سريع ما بصلش لواحد لنص بالمية من سرعه السي بي يو السي سرعتها هائله جدا 3000 و4000 ميجا هرتز السي بي كلوك وبالتالي بدها بدها اشي يكون قريب من سرعتها فعشان هيك وجد ما يسمى بالفايل ستريم اللي هو البفر طبعا نرجع احنا للكاش ميموري عن طريق البفر ها The means that the file object contains a copy of information from the file called cache. pronounced as cache memory ليش شو السبب بالبفرنج اني احط ال أه... احط البيانات بتاعت الملف لما اجي اقراه او اتعامل معاه بالبفر السبب reading from a disk is very slow قراءة من الديسك سواء كان فلاش او هارد ديسك او فلوبي او سي دي او دي في دي هذا يعتبر بالنسبة جدا. بطيء جدا ضص The computer will read a lot of data from a file in the hopes that if you need the data in the future, it will be buffered in the file object. في مبدأ عندنا في الكمبيوتر أركيتكتشر بسموه principle اوف لوكاليتي. شو يعني principle اوف لوكاليتي؟ معناه if you refer to something you may refer and refer. إذا بترجع لشغلة أو بتطول شغلة ممكن ترجع لها كمان وكمان. فبدل ما تروح تجيبها من مصدرها الأصلي، احنا بنحط إياها بالكاش بتصير عمليه الرجوع لها مالها اسرع أسهل. اسرع بكثير وقريب من سرعه السي بي وبالتالي بتشعر انه جهاز الكمبيوتر ماله سريع جدا واعطيكم مثال على هذا الكلام مثال انتم يوميا الانترنت افتح اي موقع ويب سايت لاول مره تشعر انه ايش بطيء تعال افتحه مره ثانيه شو بتشعر انه اسرع ليش لانه نسخة منه راحت على الكاش. نسخة من نفس الموقع. ما هذا الحكي بيأكد مبدأ البرنسبل اوف لوكاليتي، if you refer to something, you will refer and وعلى هذا المبدأ حتى احنا نفتح ملف باستخدام البايثون للقراءة او الكتابة لازم يكون في عندنا file stream او object نتعامل معاه بحيث محتوياته كلها تكون in the buffer. مثال. ماي فايل هذا الفايل اوبجكت او الستريم هذا اللي راح نتعامل معاه جوا خليني ارسمه هذا اللي بنسميه الفايل اوبجكت او الستريم شايفينه هاي حاط اياه هون او إلو كمان الستريم هذا بمثابه ايش اسم الكاش اللي انت راح ترجع لها الان منين راح تقرا من الملف هذا الاسم الحقيقي على الستورج هذا اسم الملف الحقيقي على الستورج وهاي الكلمة محجوزة شو بتعني open افتحنا الملف شو اسم الملف اللي بدك نفتح لك إياه myfile.txt .txt معناته هذا ملف نصوص تمام طيب بدك افتح لك الملف هذا شو بدك تسوي فيه بدي اقرأ منه R اختصار لكلمة ايش read اختصار لكلمة ريد يعني افتح الملف المسمى myfile.txt واللي موجود على الهارد ديسك للقراءه للقراءه فقط ممنوع تعدل عليه ممنوع تكتب عليه فقط للقراءه فور ريد والان ضع لي محتويات هذا الملف كلياتها في البفر اللي اسمه ايش شو اسم البفر او الكاش هاي البفر او الكاش انت جوا البرنامج راح تتعامل مع مين مع البفر أو الكاش شاذ هذا خلص مرة واحدة ينفث هذا الأمر واضح يا شباب إذاً my file is the file object or the buffer it contains the buffer of information the open function creates the connection between طال لاحظوا ال open شو بساوي it creates the connection بعمل لك حلقة اتصال between the disk file the disk file ها and the file object اللي هو البفر The first quoted string is the file name on disk. اسم الملف على الديسك على الستورج. The second is the mode to open it. Here R means read. تمام واضح Where is the disk file? When opened, the name of the file can come in one of the two forms. خلينا نيجي انا وياكو نطبق هذا الاشي على السبايدر تمام بدون تطبيقه على السبايدر ما راح تعرفوه او تفهموه مزبوط هاي كلير اول خلينا هون اللهم صل على سيدنا محمد نشطب الفاريبلز اللي في الذاكره هاي كلير اول مره ثانيه طيب أه انتبهوا كويس بدي اقول له لاحظوا هذا الاسم انت حر فيه فايل 1 انا سميته ماشي واحد سمى ماي فايل واحد سمى عقلة اللي بدك اياه سميه هذا اسم البفر او اسم الكاش اللي راح تحمل محتويات الملف اوبن افتح لي الملف ها اللي اسمه first.txt هذا اسم الملف الحقيقي اللي على الهارد ديسك. ليش بدك تفتحه فور ريد؟ طيب تمام فتحنا الملف للقراءة هذا الأمر كلياته أول جزء هذا شو سميناه؟ يلا شو سميناه؟ شو سمينا هذا الجزء اللي انا مضلله هذا هو الفايل اوبجكت الفايل اوبجكت او الفايل ستريم او البفر واللي هو بيعبر عن الكاش يعني محتويات هالملف هذا الحقيقي هذا الاسم الملف الحقيقي زي ما هو مخزن عندك على الهارد وهذا فانكشن اوبن افتح لي هذا الملف للقراءه ودي لي محتوياته وين على فايل 1 في الذاكره في الكاش مره ثانيه شو معنى هذا الامر؟ معنى افتح الملف الحقيقي اللي اسمه first.txt للقراءه فقط يعني ممنوع حد يعدل عليه ممنوع يكتب عليه ممنوع 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 ها فقط مسموح لك تطلع عليه ودي لي النتيجه وين؟ على ال ال البفر اللي اسمه او الفايل اوبجكت او الستريم اللي اسمه آه فايل 1 معلش بس بدنا نفتح انا وياكو اوكي خلينا ماي فانكشن انتايتد طيب هاي كنترول اي كنترول في اوكي يا شباب طيب لو جينا عملنا رن برنامج بسيط مكون من سطر واحد عملنا رن شوفوا لي الخطا اللي ظهر اقروا لي اياه مين بيقول لي شو المشكله طبعا هذا الخطا هي اقراوا لي الخطا اللي ظهر مين بيقول لي شو المشكله ارفع ايدك وجاوب وسولف عادي خذ راحتك ولو حتى سواليفك غلط مش مشكله المهم لا تسكت سولف اللي بخاطرك no such file or directory first.txt شو يعني هذا الملف سميته انا files.py Python. الان لو جيت فتحت بلاقي هون شيء اسمه فيرست طلع عليه في شيء اسمه فيرست دوت تي انا قاعد بقول له افتح لي الملف اللي اسمه فيرست دوت تي طيب وين موجود الملف هذا؟ موجود في نفس المكان اللي مخزن فيه البرنامج ها البرنامج هي وما مكون من سطر واحد فقط وسميته فايلز هي افتح هون راح تلاحظ انه فايلز هيو موجود طيب فيرست دوت تي موجوده هيها قدامكم موجود مش موجود على نفس الدايركتوري تمام معناته شو لازم اسوي له لازم انشئ لازم انشئ ملف تكست document وبدي اسميه فيرست دوت تي سويت ملف اسمه first.txt ليش لانه الاوبن فور ريد تفترض انه الملف مش موجود ما انه الملف موجود اذا الملف مش موجود بتعطيك رساله خطا هسه هيك عملنا الملف شوفوا الان خلينا اعمل كلير واعمل رن معقوله first.txt طب شو سميته انا آه, آه في هون إكس زيادة شايفينها؟ طبعا هذا خطأ أو دوت أنا حطيت دوت تي يفترض إني ما أسويش دوت تي لأنه أصلا الديفولت دوت تي خلينا نشطبه ها أي ديليت ونعمله مرة ثانية لاحظوا شو الخطأ اللي وقعت فيه أنا لما عملته لازم أكتب خلص first هو لحاله بحط ايش .txt هسه راح يزبط معنا لاحظوا clear هاي اعطاني خطأ ما فيش اي خطأ اطلاقا لاحظوا في هون بالميموري اعطاني file1 type text input output wrapper شو النوع لاحظوا النوع هذا جديد للكلاس هذا عبارة عن بفر البفر شو اسمه تكست انبوت اوتبوت رابر ها ولا غاية الآن الفاليو الكونتنت تاعه ما فيش أصلا في فاليوز بالمرة إطلاقا ها ما في فاليوز أنت قرأته حطيته كلياته بالبفر بس هو أصلا ما فيش شيء له محتويات طيب أنا بدي أحط فيه محتويات بدي أقول له ماي uh, name is خالد نهار اوكي آه... يرموك يونيفرستي وهاي سيف وخلاص طيب هاي رن تمام ما اعطى اي مشاكل طيب انا انت قراته اوكي و... بس بدك تطبع محتوياته محتويات الملف انت الان قراته وهاي عمل لك الاوبجكت وكل شيء تمام ما في شيء اخطاء بالمره ها طيب آه بدنا نطبع محتوياته شو نسوي طبعا تعامل مع التكست فايل كله باعتبار سترنج التكست فايل كله شرائح رمزيه من جوا فبدي اقول له str 1 ايكوال Uh, شو سميناه احنا فايل 1. read شايفين read شو يعني read file 1 اللي هو الobject اللي هو file stream dot اه شو الفا... الميثود اللي بدك اياها على الفايل ستريم هذا؟ بدك اقرا بقرا لك محتويات الملف كلها بحطلك لك اياها وين؟ في اس ار 1 كسترينج كايش؟ كسترينج رن شوفوا اس ار 1 عندكم في الميموري شو صار فيها؟ ماي نيم از خالد نهار يرموك يونيفرستي طيب وسوينا هيك شو اسوي كمان؟ اه بنقول لك برنت STR1. اطبع STR1 على الشاشه. هاي لاحظوا هاي طبع لك محتويات الملف وين؟ على الشاشه. في حدا مش فاهم شو اللي سويته؟ اذا مش فاهم اسال. اذا شو اللي سويته؟ افتح الملف اللي اسمه first.txt للقراءة فقط وجميع محتوياته حط لي اياها بالبفر اللي اسمه ايش؟ او بالفايل ستريم اللي اسمه file1 الان انت ما راح تتعامل مع هذا الملف، تعاملك كلياته مع مين؟ مع file1 فايل file1.read فايل اقرأ لي الان عملية القراءة ما بتتم من الاكسترنال ستورج بتتم من البفر لانه كل اشي موجود بالبفر. واي محتويات للملف في التكست يعتبر سترينج فحط لي في المتغير اس تي 1 اطبع اس 1 طبع لك محتويات الملف طيب لو قلت له هون طبعا ريد بدون باراميترز معناه اقرا الملف كله ان شاء الله في قد ما يكون ريد مثلا 20 شو بتعني هاي مين بقول لي هذا جس يعني تعني أول عشرين حرف أول عشرين بايت من الملف اقرأه ما تقرأش الملف كله عدوا لي يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشر اثنا عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرين يعني my name is خالد ان اي يفترض يطبع اوكي لاحظوا هاي my name is خالد ان اي اول 20 كاركتر من البفر بخذهن ها وبخزن لك طبعا وين زي ما حكينا ب آر 1 تمام طيب لاحظوا في نقطه مهمه لو الملف الان مفتوح وبعده موجود في الذاكرة ها فايل 1 دوت عبارة عن تكست انبوت رابر للإدخال والإخراج قرأت منه وبعده مفتوح بالذاكرة لو الآن قلت له فايل 1 وقول لي a رابر فقط بعطيني مواصفاته وهو للقراءة فقط وشو الاسم اللي بتبع له الفيزيكال نيم إلى آخره طيب لو قلت له اس تي ار 1 اوكي ما في شيء مشكله لاحظوا لو قلت له فايل 1 دوت كلوز شو يعني فايل 1 دوت كلوز مالكو تركون من الشاتنج سولفو شو يعني فايل 1 دوت كلوز ايا امال انه يغلق لي الملف اللي انا فتحته بالضبط اغلاق الملف معناه البفر اللي بالذاكرة اللي تكون بالذاكرة يعني الكاش ميموري لازم تروح هاي انتر الان الكاش ميموري راحت الان لو جيت طبعا هون جيت قلت له اعطيني فايل 1 اوكي والفايل 1 بعطيك مواصفاته لكن لو قلت له file 1read dot read شو بقول لي بقول لي input output operation on a closed file عملية إدخال وإخراج على ملف مغلق ليش لأن عملت له close. فإذا عملنا لاحظوا كل تعاملي مع file 1 مع الـ object مع البفر بفتح البفر ها بغلق البفر إلى آخره خليني أكرر العبارة التالية أقول له فايل 1 equal open ننسخها من هون كنترول c افتحه مرة ثانية عشان أغلقته الآن بدي أفتحه مرة ثانية تمام الآن file 1 دوت read هاي أعطاني إيش؟ أعطاني محتويات الملف لكن لما عملت له كلوز لما عملت له كلوز وبعدين طلبت الريد شو أعطاني؟ أعطاني بيقول لي الملف مغلق ما بصيرش تعمل عليه لا عمليات إدخال ولا عمليات إخراج وهذا الدليل آخر إجينا قلنا له file 1.close أغلق الملف طيب نرجع مرة ثانية نطلب الريد input output operation on closed file واضح يا شباب طبعا يفضل يفضل بعد ما نكمل شغلنا بالملف سواء كان للقراءة أو الكتابة شو نعمل file one dot هذا function بيعمل على إغلاق الملف من الذاكرة طبعا هون أنا قرأت أول عشرين بايت بدي أقرأ الملف كله بقول له آه أه بعطيهوش اي محدد طبعا هون اذا بتلاحظوا انه بعد ما كمل اغلق الملف طيب لو اجى واحد قال أه هون str2 equal file 1 dot 30 print str2 مين بقول لي شو راح يصير في هذا البرنامج؟ يلا مالكو نتبعه واحد واحد هون فتحنا الملف صح؟ قرأنا صح؟ طبعنا صح معناته راح يطبع هذول زي ما هني اوكي ممتاز بعدين شو عملنا له؟ كلوز بعدين ردينا طلبنا قراءة أول ثلاثين بعدين ردينا طبعا هن شو راح يصير؟ يلا يا نشامه دكتور تفضل راح يقرأ اول 30 صحيح؟ راح يجيب اول 30 حرف طيب لاحظ عملية القراءة تمت بعد ايش؟ بعد شو دكتور؟ التعليم اللي قبليها شو هي؟ انت سكرت الفايل ايوه سكرت الفايل تمام وبعدين قرأت اول 30 حرف صحيح هل هذا جائز؟ اه طبعا ما بصير لانه انت اغلقت الملف لانك انت اغلقت الملف نعم اغلقت الملف وبالتالي يا امال شو راح يسبب هذا ما راح يطلع راح يطلع ايرور راح يطلع ايرور لاحظوا اوكي هو بالنسبة للتعليمات الأولى هي ينفذها لكن لما إجا عند هاي شو أعطاك؟ input output operation on closed file لأنك أنت عملت close قبليه طيب لو شلنا الكلوز؟ لو شلنا الكلوز؟ شو النتيجة راح تكون يا أمال؟ راح يطبع لي أول 30 حرف تمام بالإضافة لمحتويات الملف كله هاي رن اه هاي محتويات الملف اوكي برنت اس 2 ريد 30 شو اللي صار؟ طبعا هون في اشي مطبوع بس مش مبين طبعا. مش مبين علينا ليش زيرو؟ لانه البفر آه لما لما تعدينا وطبع الملف كلياته انتبهي كويس في عندنا آه. شيء اه عندنا شيء اخذ محتويات البفر كامله الان بعد ما ينتهي الملف ها آه ما ما في ما في بعدها فهاي ها آه كنترول اكس آه آه لو حطيناها هون كنترول في وهاي رن Uh, my name is خالد نهار يرمو كذول اول 30 لأن شو اللي ظل بالملف يرمو university. university هو هيك بقرا ما تبقى ليش لانه في عندنا شيء بسموه الفايل بوينتر مؤشر الملف وين انت مشيتي بالملف ففي آه آه في شيء بخلي المؤشر يرجع للبدايه اللي هو بس طبعا انا مش لازم اني اعطيه الان بس خلاص انا مضطر اني اعطيه file.flush uh, uh, or flush باعتقادي change stream position zero start of the stream seek 0 هاي رن شو معنى seek 0 رجع مؤشر الملف للبدايه. file1.seek وحطينا له هون ايش؟ زيرو رجعه للبوزيشن زيرو تمام؟ فهي طبع اول 30 حرف بعدين شو؟ بالحاله هاي بصير نحط هذولا تحت ها هاي control x زي ما كان هاي كنترول بي. وبعدين نعمل هاي وين نعملها كنترول اكس نعملها هون تمام هاي رن هاي طبع الملف كلياته بعدين رد طبع اول 30 حرف ليش لان عملنا الامر هذا اللي بيرجع لنا مؤشر الملف لوين للفيرست بوزيشن للبدايه طيب تمام آه... الآن واضح بالنسبة لكم شو اللي سويناه إذا قرأنا الملف آه... الملف إذا أغلقناه ما بصيرش أنه نقرأ منه ممكن نقرأ محتوياته كاملة كسترينج الريد بتقرأ بتعتبر لك محتويات الملف كله دفعة واحدة كسترينج طبعا أنت بإمكانك توديه هون أو تودي لجملة الطباعة مباشرة وطبعا السيك بترجع لنا البوزيشن للبداية نقدر نقرأ كمان من البداية بمقدار معين من البايتس طيب في نقطة ثانية مهمة مهمة جدا جدا إجا واحد هون خلينا نفتح الفيرست لاحظوا هذا الملف اللي احنا سويناه قبل شوي صح وأجي قال بدي هذا الملف اللي هو first uh, right click cut وبدي أحطه هون على الديسكتوب uh, uh, وفولدر uh, uh, أسميه uh, مثلا posters وأحطه بيست try again. مغلق الملف احنا فاتحين الملف طيب انا بقول لكم شو لان عمالين فايل uh, 1.close uh, uh, and close اوكي okay. احنا وين مخزنينه بايثون كود فور مي الفيرست هاي آه كات وقلنا بدنا نوديه على الديسكتوب على بوسترز تمام خلص الان نرجع للسبايدر نفتح المجلد في عندكم فيرست هون ما فيش صح ولا لا نقلناه وين نقلناه نقلناه على مجلد على الديسكتوب تحت مجلد اسمه بوسترز طيب لو جينا عملنا رن الآن طلع شو بعطيني شو السبب مين بقول لي شو الايرور قبل شوي ترى حكيناه يعني مش اشي جديد اقرأوا لي الايرور شو الايرور مين بقول لي شو الايرور شو المشكلة اللي صارت شو التخبيص اللي انا عملته يلا مالكو المسألة بسيطة هاي اقروا الرسالة اقروا رسالة الخطأ اللي اجت no such file or directory first.txt شو السبب؟ أنت مخزن البرنامج هذا البرنامج هذا اسمه files.py وين مخزنه؟ مخزنه هون على بايثون كود هي files طيب بقرأ من ملف اسمه فيرست وين الملف اللي اسمه فيرست موجود؟ هيو قدامكم مش موجود وين أنا نقلته؟ نقلته على الديسكتوب على مكان اسمه بوسترز هيو انت لما تحط هون قاعد بتقرا من نفس المكان اللي مخزن فيه البرنامج لكن الفيرست دوت تي اكس تي وين موجود؟ موجود بمكان اخر المكان هذا الاخر بدنا نروح نشوفه هي هون هي كوبي سي سلاش يوزرز سلاش يوزر ديسكتوب بوسترز معناه بالبرنامج الاصلي لازم احط الفول باث هون كنترول V مع تغيير بسيط أنه أنا باعتقادي شو المشكلة آه، أوكي أنه أغير هاي بدل السلاش المايلة للخلف سلاش مايلة للأمام بس هذا شو بنسميه هذا هذا الفول تاث. الفول باث او الطريق الكامله اللي راح توصلنا للملف، ليش؟ لانك انت الملف ما ظل مكانه نفس المكان اللي انت مخزن فيه، الملف اللي بتقرا منه موجود على السي على يوزرز على يوزر على ديسكتوب على بوسترز فيرست دوت اذا هذا شو بنسميه هذا؟ الفول باث، الفول باث او الطريق الكامله الموصله للملف. السبب اني انا هذا الفيرست ها نسخته لمكان اخر، لاحظوا الرن هاي قرا من الملف اذا الاوبن اذا كان الملف موجود في نفس المكان اللي انت مخزن فيه برنامجك ما فيش داعي تحط باث تمام مره ثانيه اذا كان الملف اللي بتقرا منه او بتكتب عليه موجود في نفس المكان اللي انت مخزن فيه برنامجك ما في داعي تحط الفول باث اذا موجوده في مكان اخر لازم تحط الفول باث يعني موجود على الهارد ديسك على مجلد اسمه يوزرز على مجلد اسمه يوزر على الديسك توب على بوسترز والملف اسمه تي واضح يا شباب؟ هيها الطريق كيف طولتها؟ رحت هون على الديسك توب ورحت على بوسترز لقيت هذا الملف موجود هون بس ضغطت على المسطره هاي لاحظوا اعطاني كوبي ورحت حطيته وين؟ في البرنامج تاعي بس غيرت الباك وورد سلاش الى فورورد سلاش وصلت الفكره يا شباب؟ وصلت الفكره؟ تمام احكوا معي يا شباب لان ما بقدرش اطلع على الشات وانا اشرح احكوا معي اذا بدكم تحكوا معي تمام اذا هذا اللي هذا اللي حصل وهذا شيء متوقع يعني انا الملف اللي بقرا منه مش موجود بنفس المكان اذا بدي احط وين موجود وين مكانه اشير لوين لو مكانه فهذا بنسميه الباث الباث معناها المسار او الطريق الموصله للملف تمام اما اذا كان في نفس المكان اللي انا مخزن فيه ملفي ها في نفس المكان فما فيش داعي اني احط الفول باث واضح يا شباب؟ نرجع للسلايدات. Like هون أنا أعطيتكم أكثر من مهارة الآن. When open the name of the file can come in one of the two forms. File.txt assumes the file name is file.txt and it is located in the current program directory. وبنفترض إنها located وين؟ على نفس المكان. C slash is the fully qualified file name. and includes the directory information هون لما يكون عندك ايش path واضح طيب مرة ثانية الآن احنا قبل شوي فتحنا الملف للقراءة صح شو اللي حدد انه الملف للقراءة مين بقول لي شو اللي حدد انه الملف فتحناه للقراءة حرف الار ممتاز حرف ممتازة حرف ال R إذا هون R شو بتعني؟ read only قراءة فقط طيب إذا الفايل إكزيست إذا الملف موجود it will open that file إذا الملف موجود راح تفتح لنا إياه ونقرأه طبعا كل تعاملنا مع التكست file مع الملفات النصوص طيب إذا الفايل مش موجود شو راح يصير؟ Error واضح؟ هذا مهم جدا للجدول طيب اذا حطينا دبليو شو بتعني الدبليو this file is for write only اذا للقراءة فقط R الدبليو W بتعني للكتابة فقط إذا الملف موجود it will clear the file content بتشطب لك كل محتوياته وراح هذا الحكي نشوفه هسا بعد شوي إذا الملف موجود راح تصفر لك اياه عشان تبدا تكتب فيه اذا مهما كان فيه من محتويات راح تصفر هذا مفعول الرايت right. اذا الملف موجود اذا الملف مش موجود مش راح تعطيك خطا it will create and open a new file. اذا مره ثانيه الار اذا الملف موجود ما فيش مشكله اذا مش موجود بتعطي ايرور وهي للقراءة فقط الدبليو للكتابة ملف موجود بتصفره بتشطب كل محتوياته إذا آه مش موجود ما بتعطيك خطأ بتعمل لك واحد تحت نفس الاسم اللي طلبته طيب في هون A رايت اونلي قراءة كتابة فقط ولكن it will append. كتابة ها إذا الملف موجود مش راح تشطب لك محتوياته راح تضيف على اخره تضيف وين على اخره the file contents left intact and new data appended at files end تضاف على نهايه الملف تفرق عن ال w هون appending طبعا اذا الملف مش موجود نفس مفعول اللي قبليها it will create and opens a new file في عندي r plus و w plus و a plus هنا r plus read and write قراءه وكتابه reads and نعم يعطيك العافيه بس بصير تعيد الايه شو بتسوي اول ما يكون الفايل اصلا موجود اذا الفايل موجود مش راح تشطب محتوياته هي للكتابه لكن الايه اختصار لكلمه ابند اضافه على النهايه تسمح لك تفتح الملف واذا كان موجود مش راح تصفره راح تسمح لك تضيف عليه اضافه وين؟ بعد نهايه الملف مثلا كتبت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كان موجود بالملف الان اذا فتحته باستخدام الاي بتضيف عليه اللي بدك اياه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته راح تبقى موجوده تمام وصلت وصلت بتضيف لاخر بتضيف على نهايه الملف لكن تمام. لكن الدبليو شو راح تسوي كليرز ديفايل كونتنت تمحي كل الكونتنت <applause> الموجود, الموجود اصلا كل الكونتنت اللي موجود اصلا نعم تمحي كل الكونتنت هذا في حاله الملف موجود لكن no. مش موجود ات كرييتس أنيو وان تحت الاسم اللي انت طلبته بالضبط طيب الار بلس الار بلس بقول لك قراءه وكتابه اقرا اند اوفر رايت فروم ذا فايل beginning يعني بسمح لك تقرا وبتكتب فوق اللي موجود اذا كتبت بسمح لك تقرا الملف الار بلس وبسمح لك تكتب بس لما تكتب بيعمل اوفر رايت شو يعني اوفر رايت زي كانك بتبحث اللي موجود وبتكتب فوقيه اذا الملف مش موجود بعطيك ايرور زي الار طيب الدبليو بلس نفس الشيء ريد اند رايت وبتصفر لك محتوى الملف وبتعمل الدبليو بلس زي الدبليو بالضبط تعمل نفس المفعول تمام بس ضيف انها بتسمح لك تقرا بس تسمح لك تقرا <applause> قبل ما تصفر الكونتنت يعني اوكي كتبت اللي كتبته ترد تقدر ترجع تقرأ مره ثانيه باستخدام الدبليو بلس الاي بلس read and write and append اقرا واكتب لاحظوا كل شيء معاه بلس معناه ريد رايت read رايت write, read رايت write, read, write. اوكي واضح يا شباب هذا الجدول بعطيك المودز اوف ذا ريدنج خلينا نجرب مع بعض الان الرايت احنا مش عندنا ملف اسمه first.txt دوت تي اكس وكنا فتحناه للقراءه وقرانا محتوياته الان شو بدي اسوي بدي اقوله كالتالي افتح لي الملف هذا ل ال... بدي لا الملف هذا للكتابه for writing شو فتحته للكتابه وكيف اكتب برنت كيف اكتب على الملف برنت الملف شو اصلا موجود فيه؟ My name is خالد نهار يرموك يونيفرستي صح؟ الان لما افتحه للكتابه شو راح يصير؟ مين بقول لي؟ راح يمحيه كامل ممتاز بدك تكتب عاد مش محاه بدك تكتب فيه عباره ويلكم تو جوردن هاي راح تكون فايل جديد يعني الان راح تكون رح تكون جديده بعد ما انت حذفت الاول بالضبط بس هاي اذا خليتها هيك هاي اذا خليتها هيك معناه طلوا طلوا الروشي راح يصير راح تنطبع على الشاشه وانا وين بدي اطبعها ما بدي اطبعها على الشاشه وين بدي اكتبها بدي اكتبها على الملف مزبوط صحيح بقول فاصله فايل لحظة فايل ايكوال شو سميته انا الاوبجكت الابجكت الفايل ستريم شو اسمه فايل 1 شو بتعني هاي العباره تعني اطبع كلمه ويلكم تو جوردن على الملف اللي اسمه ايش فايل 1 طبعا فايل 1 بيعبر عن مين بيعبر عن البفر الخاص في مين في فيرست دوت تي طب هاي رن نروح على first نشوف هل فعلا آه هاي الفيرست موجود على البوسترز ايه شو صار بالمحتويات الفيرست انشطبت مزبوط مزبوط ولازم تكون العبارة عبارة ويلكم تو جوردن مكتوبة جواته مكان اللي انشطب مزبوط ولا لا طبعا طب وينها شو السبب مين بقول لي القاعده بتقول لك لا يمكن انه ينكتب من ين تنزل المعلومات من البفر على الملف الا اذا عملت كلوز يعني اذا جينا انا وياك الان هون عملنا فايل 1 دوت كلوز بنسوها ناس كثير ولما تنساها ما بكتب من هون انت طبعت على الملف بس وين بالبفر بالميموري بدك تنزل محتويات الميموري على الستورج فبتقول له فايل 1 دوت كلوز اذا ما نقول له فايل 1 دوت كلوز خلينا نرجع مع بعضنا انا وياكو ونروح نشوف محتويات الملف هيك عمل دامبينج من الميموري وين على الملف اذا بدون عمليه الكلوز مالها ها الامور ما بتزبط معنا الامور ما بتزبط الان لاحظوا نرجع لل... للبرنامج اعمل رن للبرنامج عملنا رن شو صار الان لما عملنا رن الان لو رجعنا على فيرس شو راح نلاحظ على محتوياته راح يكون في ويلكم تو جوردن لا انت ما عملتش كلوز اه صح؟ حال لازم تعمل كلوز الان نعمل كلوز هاي بدنا نعمل كلوز نرجع للملف هاي الملف ويلكم تو جورتا اذا لا يمكن ان يصير دامبنج للكتابه من الميموري على الملف الا اذا عملت كلوز للملف واضح اذا شو ناقصه هذا البرنامج ناقصه انك انت تعمل هون بالاخير فايل 1 دوت كلوز اجى واحد قال طيب بدي اعمل كالتالي برنت سلاش ان سلاش ان شو بتعني؟ نيو لاين سطر جديد اي ام سي اس ستودنت فاصله بس وين بدي يكتبهن file equal file 1 اطبع لي هاي العباره على مين؟ على الملف اه اللي اسمه file 1 مين بقول لي هذا البرنامج شو راح يصير فيه؟ دكتور راح يضيفها على الويلكم تو جوردان ركز لا ما راح يعمل إشي لأنه أنا عملت كلوز طب شو راح يصير معناته؟ يعني هذا لو جاكم بالامتحان يعني ايرور؟ اه طبعا ايرور بدك تقول ايرور جاك اوبشن بقول لك ايرور هذا ايرور ليش؟ انت قاعد بتكتب على ملف مغلق هيو فايل 1 دوت كلوز البفر البفر جزء من الذاكره انا اغلقته فانت قاعد بتقول له اكتب هاي العباره على البفر اللي اسمه فايل والف... 1 والفايل 1 اصلا ماله انعمل له كلوز لاحظوا شو الخطا اللي راح يصير انبوت اوت وكلوز فايل ما نحن نفذناه ما ينطبق على الريد ينطبق على الرايت اذا انك بتكتب بعد عمليه الكلوز او بتقرا بعد عمليه الكلوز مرفوضه انبوت اوت بوت ان كلوز فايل معناته هاي وين ننقلها هل مكانها هون صح هاي كنترول x نقول لي اياها هون. هاي CTRL V بكون هيك طبعت شو؟ كم من عباره طبعتها على الملف؟ عبارتين عبارتين هاي هاي رن اعطاني ايرور؟ لا طيب لا. نروح نشوف محتويات الملف نروح نشوف محتويات الملف ويلكم تو جوردن اي ام ا سي اس ستودنت وصلت الفكره؟ اه طبعا وصلت يا دكتور مفعول سلاش ان في سطر فراغ شايفينه؟ هيو مش انا حطيت سلاش ان قبل ما انه يبدا بكتابه اي ام اس كنت حاط سلاش ان بالبرنامج فالسلاش ان هاي شو عملت؟ قفزه سطر قفزه ايش؟ سطر, سطر. واضح؟ واضح؟ م. اتذكروا معي آه. اتذكروا معي خلينا نعمل هيك آه... ذكروا معي جدول الضرب اللي عملناه، ذاكرينه؟ ذاكرين جدول الضرب؟ لا والله يا دكتور ولا ماركو مش عملنا كتبنا عملنا برنامج يطبع لنا جدول الضرب على الشاشة على الشاشة آه صحيح يا دكتور صحيح. الان من تمام لو بدي اجي اطبعه على الطابعه ما بزبطش معي فلازم شو اسوي بدي اخزن جدول الضرب هذا اللي انا سويته بملف واخذه ها اودي لك اياه عبر الايميل وتطبعه انت على الطابعه في مشكله بس اول شيء بدي اخزنه على ملف يعني نتائج البرنامج تاعتي شو بدي وين بدها تروح بدها تروح على ملف فشو أسوي؟ ها؟ بدي أعمل برنامج من الصفر، بدي أقول له my file equal، Open. ها؟ أعمل لي ملف اسمه multi multiplication table. .txt فاصلة فور رايت شو سميت الملف؟ وين راح يعمل الملف هذا؟ باي مكان؟ بنفس المكان اللي انا بعمل فيه البرنامج، وين مخزن انا البرنامج تاعي؟ انا مخزن البرنامج تاعي على أه شو اسمه؟ فولدر على الديسكتوب اسمه بايثون كود هون توب بايثون كود فور اوف مي تمام خلص اذا بدك تحط حاب تنشئ مكان اخر بتحط الفول باث يعني كانك تحط سين وقطين سلاش مثلا توب سلاش مثلا كذا زي ما بدك اما بدك بنفس المكان فيش داعي للباث وبدك اياه ليش للكتابه تمام الان بدي اقول له فور اي بدك اعمل جدول ضرب in range uh, in range of uh, من واحد ل 11 يعني بدي اياها للعشرة 4 k in range من واحد ل 11 تمام print أنا وين بدي أطبع يا شباب؟ print i فاصلة ستار فاصلة جي فاصلة إيكوال سلاش تي ها فاصلة اي ضرب جي هيك الطباعة وين بتصير؟ يلا هيك الطباعة على الشاشة صح ولا لأ؟ لكن وين بدي اياها تكون؟ الماي فايل يعني شو اكتب؟ ماي فايل لا فايل ايكوال ماي فايل اها هيك بتبطل الطباعه تروح, عشاش. وين بصير تروح؟ على الشاشه وين بتصير تروح؟ على الملف نفسه على الملف اللي اسمه ماي فايل, ماي فايل. تمام الان بس يكمل طباعه ال الجدول الأول بدي اياه طبعا هون بدي اياه يعمل سطر هيك فراغ اوكي بالشكل هذا شو هاي مالها أي انا عامل اوكي هاي خليها بدل كي اوكي جي مش مشكلة انتهى البرنامج ولا في شغله ناقصه؟ هيك فتحت الملف للكتابه خلصنا منها هذول الدورانين عشان شو؟ طباعة جدول الذر وين بده يطبع على ماي فاي خلص طبع جدول الذر شو ظل كلوز آه ممتازة أحسنتي لو ما عملنا كلوز ما راح يصير أي حاجة طيب ماي فايل دوت كلوز طيب سؤال بدي أسألكوا إياه الملتبليكيشن تيبل هذا دوت تي الملف هذا موجود هاي افتح لكم هون شوفوا لي موجود مش موجود. طيب لما نيجي نفتحه للكتابه والملف مش موجود معناها شو راح يصير؟ راح يطلع لي انه اني انا افتح ملف جديد لا هو اوتوماتيكيا بيسوي لا. لانه آه. بالسلايد شو بنقول عن عن المود وقول لي اذا انت عامل رايت اونلي آه، والملف مش موجود it will اند and opens a new file لوحدها لوحده تمام وبتكتب وبعدين بتعمل كلوز وهايرا اه بس لاحظوا في شغله في شغله مهمه شوفوا هون الخط هذا ما قلت له انه اكتبه على الملف راح طلعه وين على الشاشه شلون لازم احط هون فايل ايكوال ماي فايل عشان ما يطلع على الشاشه هون يطلع وين على الملف هاي مره ثانيه شايفين الرن الثاني كيف طيب الان بدنا نفتح الملف شو صار اللي هو ملتبليكيشن تيبل نشوفه بالله موجود نفتح هنا على ماي بايثون كود فور مي شوفوا لي هاي الملتيبليكيشن افتحوه شايفين جدول الضرب الكل شايفه الان هذا جدول الضرب لغايه العشر الان بقدر اعطيك اياه يا وهاي هيك هاي الملتبليكيشن وهاي محتوياته وضحت الصوره طيب لو جيت هون شلت هاي وشلت هاي شو اللي راح يصير راح يطبع الجدول الضرب على الشاشه عندي وبس في شغله ثانيه راح يصير طبعا اذا عملت رن الان اول شيء هذا موجود صح لانه صار موجود اول شيء ما كانش موجود صار موجود وفي جدول الضرب لما تيجي تعمل رن الان للبرنامج مره ثانيه وهذا موجود شو راح يصير فيه حسب سلايد اذا الفايل اكزست تويل ايش اه معناته راح يتصفر صح صح هاي رن هاي طبع جدول الضرب على الشاشة زي ما حكيت ليش؟ لانه قلنا له الديفولت stream الشاشة تعتبر file stream الديفولت stream هي الشاشة طيب لو جينا على المالتيليكيشن فايل اللي قبل شوي فتحناه شو بنلاحظ محتوياته مالها؟ تصفرت تصفرت طيب نعمل له كلوز نرجع للبرنامج نحط هون فايل ايكوال ماي فايل يعني الطباعة وين إذا سمحت وديها على الملف تاعي اللي هو فايل ايكوال على الفايل ستريم تاعي ماي فايل وهاي طبعا ما طبع على الشاشة ولا شيء نرجع للملف هاي المالتبليكيشن هاي محتوياته وضحت الصورة فهمنا يا شباب شو اللي صار قولوا لي اذا في حدا مش فاهم خليني اعيد اي نقطه بدك اياها حتى اوجه الطباعه على الملف لازم اكتب فايل ايكوال الفايل ستريم اللي انا بتعامل معاه او الاوبجكت اللي انا بتعامل معاه ولا يمكن انها تتم الطباعه ونشوف المحتويات اذا ما عملنا كلوز لذلك اذا اجيت الان حطيت هاي كومنت وعملت رن شو راح يصير يلا اول اشي نفذ البرنامج هون الملتبليكيشن موجود لما تفتحه للرايت راح ينظف محتوياته بلش يطبع عليه بس لقى هاي كومنت وهاي كومنت شو بتعني؟ انها غير تنفيذي ما راح ينفذها هاي رن معناته لما ارجع على الملتبليكيشن هاي الملتبليكيشن ما المحتوياته فاضية طب كيف اثبت محتوياته انقلها من الميموري على الملف شيل الكومنت ونفذ هاي العباره لوحدها بس هاي رايت كليك رن تدي the لاين ارجع الملف لاحظ انه محتوياته مالها ازيلت او اخذت من الذاكره ووضعت في الملف اذا الكلوز مالها في عمليه الرايتنج مهمه جدا جدا واضح يا شباب واضح واضح دكتور طيب في حدا عنده اي سؤال؟ اذا هون احنا الان شو اللي صار معنا؟ احنا الان اخذنا هاو تو ريد كيف نقرا من الملف؟ طبعا بعمليه الريد مش بالضروره تعمل كلوز لانك انت بتقرا لكن في عمليه الرايت اذا ما عملت كلوز محتويات الذاكره ما بتروح على الملف تمام؟ وبكل الاحوال وبكل الاحوال لما تعمل عمليه الرايتنج طبعا عمليه الرايتنج بتتم عن طريق الـ W أو عن طريق الـ A be careful if you open a file with the W mode it sets an existing file's contents to be empty destroying any existing data the A mode is nicer شو بقول لك يعني شو نا نايسر is more nice or nicer أفضل أجمل لأنه ما بتدمر لك محتويات الملف بتضيف لك عليه Allowing you to write to the end of an existing file without changing the existing content. Okay؟ If you are interacting with text file, معناه you are interacting with the string. البايثون بتعامل التكست فايل كل محتوياته مهما كانت كايش؟ كاسترينج. reading، اخذنا read بالمحاضرة هاي وقلنا ممكن نقرا الملف كله دفعة واحدة أو نقرا في عدد معين من البايتات read and. 30 عشرة 20 قد ما بدنا وطبعا في عندي بالنسبه للريد انا بعد ما كملت ريد لاين بقرا سطر واحد وبقفز للسطر الثاني المره الجايه بس ذكروني بالريد لاين عشان ناخذها في حدا عنده اي سؤال يا شباب العافية دكتور الله يعافيكم يا رب يا دكتور انا ما وصلني لينك المحاضره اخذتها من طالب يعني على الموقع ما وصلني انه لا. انت بتقعد محاضره لا 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 انا بعثت ايميل لا دقيقه دقيقه أوه. دقيقه انا بعثت ايميل على الاي ليرنينج للجميع في حدا ما وصله ايميل مني من الشباب الموجودين بعثت... انا ما وصلني دكتور وانا ما وصلني نفس الشيء في عندكم مشكله يا آه. طالب آه. طول روحك آه. في عندكم مشكله بالاي ليرنينج سيستم تاعكم بس هاي المشكلة مش مني لأنه أنا الكونتاكت أو علاقتي مع الطلاب عبر الإيميل الإيميل تاع الإي ليرنينج يم بعمل سيلكت أول يعني ما أنه بعمل سيلكت أول لكل ستيودنت ال 48 طالب وبعمل رسالة واحدة بوديها للجميع تصل للجميع يعني فور شور الآن إذا ما وصلتك بدك تراجع الإي ليرنينج يعني تقول لهم الإيميلات ما بتصلني من الدكتور شو السبب؟ يعني مهم جداً لان في ايميلات بدها تصلك على... لاني وديت ايميل عشان الامتحان وديت ايميلات ثانيه فبتكون تنتبهوا يعني في انا ما بقدر اتواصل مع الطلاب الا عن طريق الاي ليرنينج ايميل اونلي وبالتالي اذا ما بتصلكش الايميل هاي مشكله مش من عندي اوكي على العموم ما ما فيش عندكم مشكله اهلا وسهلا فيكم بس ايش اذا في مشكله ما بتصلك الايميل فيها فارجو انك تراجع الاي ليرنينج سيستم آه يعني عند دكتور احمد كليب او اللي هو قول له هم اللي في عندي مشكله ما بصلني الايميلات اوكي على العموم بكل الاحوال المحاضره هاي مسجله وراح اعطيه ارفع لكم اللينك تاع التسجيل تاعها على اليوتيوب على قناتي اوكي الله يعطيكم العافيه جميعا الله يعطيك